نيجي بقى عند المواصفات بتاعة البانل بتاعة التايم لاين، واحنا قلنا ان التايم لاين هي المكان اللي موجود تحت ده، لان انا بقدر اتحرك فيه بالسلايدر ده عشان اقول انا في انهي جزء من الوقت اللي انا واقف عنده دلوقتي. طبعا ما فيش لغاية دلوقتي اي تغير في مواصفات اللاير اللي فوق او اللي تحت، وبالتالي ما فيش اي حركة او اي انيميشن. موشن جرافيكس، موشن يعني حركة او يعني انيميشن، ما بتنتجش الحركة الا عن طريق تغير في مواصفات او بعض المواصفات، مع التغير ده يبقى مرتبط بالزمن. لو ارتبط بالزمن يبقى انا هنا عملت تغير مع الزمن، وهو ده الحركة اللي بتحصل معانا وبننتج بيها اي انيميشن احنا عايزينه. نيجي بقى للمواصفات بتاعت التايم لاين بتاعنا ده. هو ببساطة انا عندي هنا اتنين لاير، زي ما احنا عرفنا ان ده علامة العين هي الفيزيبيليتي بتاعت اللاير، اقدر ان انا اخفي بيها لاير او اظهره، اقدر اخفي الاتنين لاير. تمام، لو في عندي مثلا اكتر من لاير، يعني مثلا 10 20 لاير، وده بيحصل كتير، بقدر ان انا اختار الدايره ودي معناها سولو. سولو هنا يعني ما تعرضليش غير اللاير ده. لو انا عندي اكتر مثلا 10 لاير وعايز اخفي التسعه واظهر واحد، فبدل ما اقعد اخفي التسعه لاير، انا مجرد بختار اللي انا عايز اظهره وادوس عليه واقول له سولو فيعرضه لوحده. بعد كده في علامه القفل دي اللي هي اللوك، ودي معناها ما تعملش اي تعديل في اللاير ده لو انت عشان ما يحصلش في اي تعديل بالغلط واحنا شغالين، لو انا استقريت على شكله. نيجي بقى نتكلم عن السهم الصغير ده، وده سهم مهم جدا. لو انا دوست عليه هيديني قايمة تانية او كلمة تانية اسمها ترانسفورم، لو دوست عليها هيديني بعض المواصفات الثابتة في اي لير انا هستخدمه. لو عايز اكبر التايم لاين عشان اشوفه، انا بشد كده، من اول ما تديني العلامه دي بشد كده بكبر التايم لاين عشان اشوف. بلاقي هنا في حاجه اسمها الانكور بوينت اللي هي نقطه المركز بتاعت اللاير. كل ده خدوا بالكم احنا واقفين في اللاير اللي هو اللي اسمه ريد سوليد 1، تمام، اللي احنا حاطينه فوق. وبعدين في المواصفات، تبقى المواصفات بتاعته، اذا في مواصفات الخاصه بكل لاير، ودي هتبقى جاهزه اللي هي ترانسفورم. لو انا دوست على اللاير الثاني هلاقي فيه له بعض المواصفات الخاصة بيه هو كمان. طيب انا افترض مثلا انا في اللاير اللي فوق اهو، اول حاجة قلنا الانكور بوينت اللي هي نقطة المركز بتاعته، احداثياتها طبعا البوزيشن مكانه فين، وده بيبقى مرتبط بمكان نقطة المركز، لان مفيش احداثيات مفيش مكان للاير كامل، لكن في مكان لنقطة على اللاير، فهم بيعتبروا ان النقطة المركزية هي نقطة اللاير، وهي دي اللي مكانها موجود بالنسبة للكومبوزيشن كله. تمام، السكيل وهو ده معناه الارتفاع والعرض بتاع اللاير، طبعا 100% يعني معناه ان هو كامل عرضه وكامل ارتفاعه، وبنقدر نغير في القيم دي بعد كده. روتيشن معناها الدوران بتاع اللاير، هو مازال لغايه دلوقتي ما حصلش اي تدوير فيه. واخر حاجه اللي هي المواصفه بتاعت الاوباستي اللي هي العتامه بتاعته، وطالما موجوده 100% يبقى اللاير ده مش شفاف. 0% عتامه معناها 100% ترانسبيرنسي او 100% شفافيه، لكن 100% اوباستي معناها زيرو ترانسبيرنسي، يعني ما فيش شفافيه بالنسبه لللاير ده. طيب نشوف كده، في هنا علامه مهمه جدا. العلامة دي معناها طالما هي مش دايسين على الأيقونة دي، يبقى ال مفيش تغير بالنسبة للمواصفة دي عبر الزمن، يعني دي ما فيهاش أي أنيميشن. يعني ممكن أغير مثلا في السكيل بتاع اللير، لكن ده كأني بعمل تصميم عادي جدا. ممكن أغير في الروتيشن بتاعه، احنا شايفين طبعا اللي إيه اللي بيحصل في اللير. أه أنا آسف، هنا الروتيشن هو بيبقى من هنا اهو، تمام. فده كده انا غيرت في المواصفات بتاعته، لكن برضو مفيش تغير عبر الزمن، يعني مفيش انيميشن. لكن لو انا عايز اعمل انيميشن، عايز اغير، انا هختار انا هغير في انهي مواصفه من هنا. مثلا هنفترض ان انا عايز اغير في المواصفه بتاعت البوزيشن، اول حاجه اعملها ادوس على العلامه دي. لما ادوس عليها بيعمل لي حاجتين، اول حاجه بيغمقها، معناها ان هنا هو سمح لان هي يحصل لها تغير عبر الزمن. تاني حاجه حط لي هنا شكل معين لونه اصفر،
وده معناه ان هنا في كي فريم، والكي فريم موجود في البوزيشن، موجود فين؟ في عند النقطه 0 و0، ده بالنسبه للتايم لاين اهو في الصفر. يبقى هنا ادي الوضع الاولاني. عشان اعمل انيميشن لازم اعمل تغير، التغير نعمله فين؟ في البوزيشن برضو اللي احنا معلمين عليه. طبعا لما وقفت على فريم مختلف عن الفريم الاولاني شال لي العلامه دي، انا هقول له مثلا زود لي في الاكس اهو كده اهو القيمه بتاعتي. يبقى انا عملت كي فريم اهي، دي اصفرت اهي، وهنا بقى في كي فريم. يبقى انا هنا عملت انيميشن في الثانيتين دول بيحصل تغير في المواصفه بتاعت اللاير اللي فوق. ده اول انيميشن عندي. طب لو عايز اعمل تغير تاني هقدر ان انا مثلا اجي هنا واقول له لا ارجع لي تاني بالايه؟ باللاير. ناخد بالنا المسافه بين الاثنين كي فريم دول ثانيتين، المسافه بين الاثنين كي فريم دول ثانيه واحده، وده معناها ان الحركه دي هتبقى اسرع من الحركه دي لو انا يعني محتفظ بنفس القيم. ليه هتبقى اسرع؟ عشان انا كل ما ببعد بين المسافه بين مفاتيح الحركه كل ما انا بقدر ان انا اعمل حركه ابطا. لما اقرب مفاتيح الحركه يبقى التغير هيحصل بسرعه، يبقى ده هيعمل لي سرعه في الحركه بتاعتي. كده انا عندي تحرك 3 ثواني اهم نشوفهم. عشان اشوفهم لازم ادوس على علامه الرام بريفيو اللي هي موجوده هنا في البريفيو. طبعا انا مش شايف دي اصلا، ممكن يعني لو هي مقفوله كده مش موجوده هجيبها من قائمه ويندو. هاجي هنا هقول له جيب لي البريفيو اهي، قائمه ويندو فيها كل البانلز دي متشاله. هدوس على بريفيو هتطلع لي القائمه زي ما احنا شايفين كده اهو. هدوس على الرام بريفيو، او لو انا عندي على الكيبورد في عندي طبعا المجموعه الارقام اللي هي على اليمين، لو دوست على الصفر بتاعها هو نفسه بيديني نفس الاثر، هو هنا بيعمل الحركه بتاعتي اهي. طبعا من اول 3 ثواني لغايه 10 ثواني اللي هو مده الكومبوزيشن او التكوين بتاعي مفيش فيه اي حركه، لكن اول 3 ثواني هم اللي فيهم الحركه. طب لو انا عايز استعرض الثلاث ثواني بس، انا هوقف طبعا كده، هغير الايه الورك اريا بتاعتي، هروح مضيقها كده. شايفين العلامه دي؟ دي معناها الورك اريا، الجزئيه اللي انا عايز اتفرج عليها او استعرضها او اللي انا هعمل فيها شغل. انا عندي الكومبوزيشن 10 ثواني، لكن انا عايز اشتغل في ورك اريا مدتها مثلا 4 ثواني. يبقى انا هغير الجزئيه دي كده، وبعدين هدوس تاني على العلامه بتاعت الرام بريفيو اتفرج، هلاقي هنا ادي اللي بيحصل، وهو بيكرر لي الاربع ثواني كل شويه لغايه ما ادوس على زرار تاني. طيب انا اقدر اغير في مواصفه البوزيشن، واقدر اغير في اي مواصفه انا عايزها. يعني لو انا عايز اغير في الروتيشن، ها هنعمل ايه؟ اول حاجه ادوس على العلامه بتاعت الروتيشن، مش لازم ادوس عليها وانا في التايم لاين زيرو، ممكن اقول له مثلا من اول الثانيه بعد مرور ثانيه انا عايز ابتدي اغير في الروتيشن، فهدوس هنا على العلامه دي علامه الساعه او المنبه. مجرد ما دوست عليها حط لي كي فريم عند الثانيه واحد، وبعدين اتحرك مثلا ثانيه او ثانيتين هقول له انا في خلال الثانيتين دول عايز اخليها بدل 45 هغيرها اخليها مثلا 135 اهي، وبعدين اشوف الانيميشن بتاعي هيبقى عامل ازاي بالظبط كده. ادوس على زرار الصفر اللي موجود في مجموعه النيوميريك اللي هي على يمين الكيبورد، او ان انا ادوس على الرام بريفيو اهو. الروتيشن بيحصل من بعد مرور ثانيه يبتدي الروتيشن يشتغل. لو انا عايز اخلي الروتيشن يبان اسرع هقرب الايه الكي فريمز اهي، وابتدي اجرب رام بريفيو تاني اهو اهو. عايز اسرع اكتر ادي الروتيشن بتاعي اهو بقرب بينهم ونشوف.
تمام، وهكذا اي مواصفه موجوده في اللاير هنا هقدر ان انا اغير فيها. يعني مثلا لو انا عايز في النهايه ان اللاير وهو خارج يبتدي الاوباستي بتاعته تختفي عشان يعمل كانه بيعمل فيد اوت لوحده، فانا هدوس على بعد مرور 4 ثواني هقول له عند الجزئيه او اهو، يعني بعد مر ثانيتين وشويه هدوس على العلامه بتاعه المنبه هنا مع القيمه او المواصفه بتاعه الاوباستي، حط لي هنا قال لي ان احنا عندنا القيمه تساوي 100، هخليها مثلا عند ال3 ثواني بتساوي 0، يبقى كده كاني بخفي اللير الاحمر. نبص كده اهو، انا عايزه يختفي بدري شويه، ابتدي ازود كده يعني يختفي ببطء اهو. طبعا وهو بيختفي بيديني لون شبه البني كده عشان اللير اللي تحتيه لونه اخضر، فاحمر على اخضر بيخلطهم مع بعض تقريبا بيديني لون كده زي غامق شويه زي البني. تمام، لو انا عايز اكتفي بان الكومبوزيشن بتاعي يبقى 4 ثواني، انا مش محتاج انه 10 ثواني عشان اغير، لازم اغير في المواصفه بتاعت الكومبوزيشن مش المواصفه بتاعت اللاير. هنعملها ازاي؟ هنطلع على القائمه بتاعت كومبوزيشن، هقول له كومبوزيشن سيتنج، كومبوزيشن سيتنج اللي هو التكوين بتاعي، المواصفات بتاعت التكوين او الاختصار بتاعها كنترول وكي، هدوس عليها هيطلع لي هنا نفس المواصفات اللي احنا حطيناها قبل كده، بس هنا في الديوريشن بيقول لي 10 ثواني، انا هقوم مختار كده واقول له 4 0 0، يعني كفايه عليا 4 ثواني، هقول له اوكي خلاص ادي الديوريشن بقى كاملا عندي كله 4 ثواني، مش محتاج ان انا اغير في الورك اريا بتاعتي، وادي الانيميشن الخفيف اللي انا عملته. طبعا انا ما عملتش اي انيميشن في اللاير الاخضر، انا كل الانيميشن بتاعي موجود في اللاير الاحمر. وكده يبقى احنا عرفنا بعض المواصفات اللي موجوده في التايم لاين، وعرفنا ازاي ان احنا نعمل تحريك سريع لمجموعه من المواصفات دي عن طريق التغيير في القيم بتاعتها عبر الزمن عن طريق وضع مفاتيح من الحركه.